بسم الله، دائما نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج أخبار بلدنا. كل سنة وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. النهاردة حلقة مش عادية، النهاردة احنا حابين نعمل حاجة معاكم لايت، وحابين نعمل حاجة خفيفة بمناسبة عيد الأضحى. في البداية برحب بزميلتي الأستاذة شيماء. أستاذة شيماء منورة، وكل سنة وانت طيبة. ميرسي يا أستاذ سيد، ربنا يخليك وحدنا كل سنة وانت سلامة. طيبة، يا رب يخليكي. منورة يا شيفا. النهاردة يا جماعة أنا معايا الشيف أم أنس. يعني إحنا في البرنامج عندنا بنحاول نحط سبوت على كل حاجة عشان نبينها للناس. النهاردة إحنا معانا أساسا حاجة هي منورة بأكلها وسمعتها وطريقة التعامل مع الناس. ما شاء الله اتعرض علينا أكتر من شيف وشيفة في في اللقاء ده. تم الاختيار على الشيف أم أنس، يعني حاجة كده ما شاء الله منورة الدنيا. وكل سنة وحضرتك طيبة جدا. يا رب يخليك. حضرتك طيب. أستاذة شيماء، هرحب الأول. النهاردة معانا كمية أكل، يعني ما شاء الله الناس ما شاء الله عليهم، يعني حاجة جميلة ودي أكلات مصر المميزة بها في العيد أكيد، يعني أكيد حقيقة. الأول هرحب بسادة المشاهدين، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. كلها ساعات وهنستقبل مع بعض عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات. وبما إن العيد كله عزومات وأكل، وبنتجمع كلنا أهل وصحاب وقرايب وأحفاد، فقررنا النهاردة حلقتنا تكون مختلفة، حلقة جديدة، حلقة فيها كل طقوس العيد وكل طقوس الأعياد ولمتنا الحلوة اللي على طول يا رب ما نقطعها أبدا يا رب العالمين. نرحب مع بعض بضيفتنا النهاردة الشيف أم أنس. أهلا وسهلا بيك، منورة الدنيا. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الشيفة النهاردة يا جماعة يعني عاملة كل الأكلات المشهورة في المطبخ المصري اللي احنا مشهورين بيها، والعادات والتقاليد بتاعتنا هي مترسخه على كده، والحاجات اللي هي ما ينفعش العيد من غيرها. بالظبط كده، يعني والعيد كله لما وعزومات واللي مش بنشوفهم سنين بنشوفه في العيد بالذات. اكيد طبعا، اكيد الناس بتستنى فرصه عشان تتجمع. بالظبط. طيب خلينا نبدا يا جماعه مع الشيف ام انس. ام انس منوره الدنيا النهارده، كل سنه وانت طيبه. يعني خلينا النهارده قبل ما نتكلم في الطبخ وقبل ما نتكلم في المواصفات، انا حابب اعرف من حضرتك يعني الموضوع بدا ازاي معاك؟ والله هو الموضوع بدأ احنا عندنا بأزمة مالية معينة كده، فقعدت افكر طب احنا نعمل ايه، نعمل ايه، لازم نقف جنب بعض. حالي حال اي ست مصريه. اكيد اكيد، وقفنا جنب بعض فكرنا احنا اصلا بيت عيله وبنعمل عزومات كتير واكل كتير. طب ما حلو الموضوع، نعمل اكل، نعمل اكل. تعبنا شويه في الاول لحد الحمد لله، الحمد لله، ما الحمد لله وصلنا اللي احنا فيه، كرم ربنا طبعا. الحمد لله الحمد لله. حلو، ريحه الاكل كمان تحفه. تسلم ايديك. الريحه باليه الاستوديو ما شاء الله، وشكل الاكل يفتح النفس فعلا. ربنا يخليك، الف هنا. طيب كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، مين علم ام انس الطبخ؟ والله بصي انا اتعلمته من ماما وحماتي ما شاء الله. احنا بيت عيله بقى، وحماتي طالعه انا ونازله عندهم وكده، فتعلمت منهم. طالعه طبعا من ماما، واخده منها كتير. برافو. باخد من هنا وباخد هنا وبتعلم من الجديد، لان حضرتك عايزه تتعلمي، فدايما بتشوفي وبتقلدي، مش بتقولي لا مش عارفه. بجيب جديد، اجيب جديد، اجيب جديد على طول. معايا برضو القديم راسخ، ما حدش بيقدر يغيره. اكيد، بس اكيد ليكي التركات بتاعتك. طبعا طبعا. نفس ست البيت، انت واقفه بتعملي اكل لعيالك، بس بتزيد شويه، بس مش صعبه. طيب يعني شيف مونس، يعني احنا بقى يعني حابين عشان الناس اللي معانا اللي متابعينا النهارده ندي نصيحه للناس، ازاي الناس في الوقت ده في بمناسبه عيد الاضحى والناس بتشتري لحوم والناس بتذبح والناس كده، يعني الناس ازاي تفرق بين اللحمه اللي هي المطابقه للمواصفات واللحمه الغير مطابقه للمواصفات؟ نشتري اللحمه ازاي عموما؟ نشتري اللحمه ازاي؟ اللحمه لازم يكون لونها وردي. وردي. ما اشتريهاش من محل، من حاجه مكشوفه. اللحوم عندنا عاده وحشه ان احنا بنعلق اللحوم في الشارع. بالظبط. غلط غلط غلط، لان اللحوم بتكتسب فيروسات وبتكتسب من الهواء حاجات كتيره. مهما غطوها بقى بشاش وحاجات كتيره، احنا لازم من هنا نناشد ان احنا لازم نحطها في مكان مجهز ليها. ده الفرق بقى اللي بيفرق ما بين لحمتي انا وما بين لحمه الجزار. لحمتي انا بجيبها مطبقه المصفوفات، بجيب الماشيه بتبقى معلوفه على بيتي، جايه من بيت فلاحي او صعيدي، معلوفه من الناس هم اللي عارفينها. يعني حضرتك بتذبحوا الحاجات اللي حضرتك بتعملي بيها الاكل؟ بذبحها يعني تحت الشيف والجزار الاثنين، تحت اشراف صحي، وبتيجي في مكان في حاجه كده عربيه مجهزه. برافو. ما بتتعرضش للهواء اطلاقا. بتيجي على ايدي على طول، ومن ايدي لايد العميل على طول.
بدون اي اتربه ولا اي عوادم ولا اي حاجه. طيب يعني خلينا نكمل كلامنا، وحضرتك يعني برضو عايزين ماشي. نوري الناس احنا بنعمل ايه. شيف محمد معانا يعني ملك فواكه اللحوم. دي فواكه اللحوم، دي فواكه اللحوم اشهر اكله في العيد. كل الناس بتحبها. عباره عن لسان وفشه ومنبار ولحمه راس، اكله ديناميت. ديناميت. لازم عيد يعني فواكه لحوم. ديناميت يا جماعه، هو مع الشيف ام انس. طيب احنا يعني ينفع بقى نقوم كده نشوف الـ الاكل الحلو ده. الاكل جميل بصراحه، ما شاء الله، وشكله اكل حلو قوي. يعني الاكل حلو وشكله حلو وريحته قلبه الدنيا هنا بالضبط. يعني مش عايز اقول لكم، ربنا يبارك لها. ربنا يخليك. شيف بقى يعني نقول دي اشهر اكلات العيد. طبعا ما فيش يعني عيد من غير رقاق وفته. لازم فته دي الصبح. لازم فته والمكرونه بشاميل ورقاق ومحاشي بقى. الفته دي اهم حاجه، صح كده؟ طبعا طبعا. لازم، دي حاجه مقدسه عند الشعب المصري كله. ودي يا جماعه فخده ضاني. لازم فخده ضاني في العيد. طيب يعني طب انت احنا هنعمل ايه النهارده معانا؟ هقول لكم اسهل طريقه ازاي ست البيت تعمل الفخده الضاني في البيت. يعني ده مطلب جماهير الفخده الضاني فعلا. يعني طبعا طبعا هقول لك بطريقه سهله جدا جدا جدا. تعمل الاكلات دي صعبه على البنات بتاع الايام دي اللي لسه بقى عروسه جديده، مش عارفه ست بيت لسه جديده. هيعملوا كل الاكلات دي ازاي؟ عزومه وحماسي جايه. الحقيني يا مهند. لا وجايه ايه؟ جايه تشوف مرات ابنها بتعرف تطبخ ايه بالظبط. بالظبط الاختبارات. طب انا عايز ادوق بقى البتاع دي، ريحتها جامده قوي صراحه. طب اتفضل. يعني بص، الاول هنعمل تتبيله للفخده الضاني. تمام. معلقه صلصه. اوكي. التركية بقى بتاع مهند اللي بتخلي كله بيجيب من عندك. ايه؟ عصير البرتقال. عصير البرتقال لازم عشان تخلي اللحمه معاكي طريه. ماشي. حلو. توم باودر. ما تديني كده شيف محمد. بصل باودر كده بعد اذنك. طبق كده فلفل اسود. بابريكا. يعني الريحه هنا يا جماعه بصراحه حاجه فظيعه. ملح وتوم. ماشي. اوكي تمام. طيب بتقعديها بقى التتبيله دي، بتقعدي اللحمه في التتبيله قد ايه وقت؟ بتقعد المفروض تقعديها 6 ساعات. يعني انت كان عندك عندك عزومه طالعاها من بالليل، وحضري حاجتك واشتغلي بيها الصبح. تمام. وهقول لك برده على تركه ثانيه تحطيها ازاي في الفرن وتستوي وتبقى هاديه وما تستعجليش عليها. ده اللي بيميز بقى اكلي بالظبط. ما انا بقى عايزه اكل تركه. كله بيقول ام انس احسن شيف تاكلي من ايده، اكل بيتي فعلا ام انس. ام انس فانا شايفه ما شاء الله. يعني مين معانا يعني مين خليفه ام انس بقى كده في البيت؟ مين اللي بيعمل اكل مع ام انس اللي بيعمل مشابهها كده في طريقتها؟ هو انا هقول لك على حاجه. فضل. انا بعمل في البيت، انا الحمد لله انا بقف في المطبخ لوحدي. تمام. ما شاء الله. معايا الشيف محمد، ده تخصص جرنيشن. لازم. تمام. لازم يحكي. ده ابن حضرتك. طبعا. منور يا شيف محمد. لكن في البيت انا بحب اعمل الاوردرات كلها لوحدي. بنفسك؟ طبعا، عشان كده مميزه. لوحدي. يعني برافو ما شاء الله. هتاخدي الخلطه اهي. انا شايفاكي ما عاملاها بالسكينه مشرطها. طبعا عشان اللحم التتبيله تدخل. التتبيله تخش جوه اللحم. شايفه؟ تمام. بصي بس حلوه قوي. انا بتعلم وانت بتعملي كده بجد. والله هي سهله وهي كده اساسا يعني اصلا ما شاء الله شكل الاكل بتتاكل يا جماعه. والله هي شكلها كده سهله بقى. سهله جدا 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 وبسيطه جدا جدا جدا. حلو. تقعد 6 ساعات؟ 6 ساعات قاعديها في التتبيله براحتك. اما تعملي الاكل اعمليه حبه، تعمليه وحبه تخدميه، عارفه؟ يعني حب الاكل هيحبك. حب عمايله. يعني انت وانت واقفه في المطبخ لازم تكون يعني مرتاحه نفسيا قبل اي حاجه. طبعا 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 طبعا. ده بيفرق يا مهندس معاكي؟ بيفرق في النفس، بيفرق في طعم الحاجه. ما تبقى واقف متضايق او مش في مودك ما بيطلعش الاكل حلو. عشان كده دايما اكل الامهات حلو، بيحطوا حبهم لاولادهم في الاكل. هم بيعملوا الاكل نفسه. بالظبط. بص انا تبلتها كويس جدا اهو. تمام. وحطيتها في ورقه الالومنيوم. قفليها بقى كويس. ايه ده؟ ايه ده؟ اخليها كويس كويس خالص كده. تسلم ايدك يا شيف. كويس كده اهي جدا. ماشي. وسيبيها بقى. تسلم ايدك يا شيف. سيبيها 6 ساعات. بسم الله ما حاجه يا جماعه. الاكل يعني طعمه وريحته والنظافه وترتيب الاكل نفسه حاجه جميله جدا. وشكل الاكل الجرنش بتاع الاكل حلو قوي كمان. طعم الناس هت هي ريحه باينه يعني. ما شاء الله. تسلم ايديكي كده بقى. ودخليها في الفرن. دي كده تقعد قد ايه يا مهندس؟ اللحمه
الكيلو يوسع على ربع، بس انا بعدوست على ربع على حسب وزن الفخده نفسها، على حسب وزن الفخده نفسها. فقعد اللحمه ساعة الا ربع، الكيلو بياخد، اعملي حسابي ساعة الا ربع، بس انا بقى ما بيهمنيش ساعة الا ربع، بتقعدي اكتر، بقعد 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات على نار هادية، الانسجة تدوب، لو ناس كبيرة هتاخد مني الاكل، الاكل يدوب تعرف تاكله، بتدي طعم للحمة كده، اما تبقى ناعمة تدي طعم خالص، ما تبقى مستوية غير لما تبقى ناية شوية وبتشد وبتقعد. طبعا اكيد اكيد، وانا بحب ابقى في الامان واصبح عكسي من بالليل على نار هادية مع نفسها. برافو عليكي. طيب. ايه بقى اكتر الاكلات اللي ام انس مشهورة بيها؟ بصي الحمد لله الحمد لله الحمد لله جميع الاكلات، جميع الاكلات ان شاء الله عليكي، اكلة او اتنين. يعني انا معظم الناس تطلب مني اعملي لي صواني رقاق، اعملي لي ديك رومي، هنكمل وهناكل تاني بصراحة. انا عملته بالجرنشة الفاكهة فبيطلب كتير جدا، اي مناسبة ديك رومي، ديك رومي، ديك رومي والبط بقى والحاجات دي بتاع العزومات الكبيره. الفخده برضو مطلوبه جدا بجد. اللازانيا والمكرونه، لا والخروف اللي هو المحشي ده يا ام انس، يعني ده انا اتشهرت من امبارح اكتر من حد كلمنا الحمد لله اتشهرت بيه ما شاء الله عليكي. يعني ده برضو بتبله وبيتحضر ليه تعديلات خاصه لوحده. بس ده المفروض ان هو بيتعمل سليم يا شيف، يعني المفروض بياخد وقت اكتر. طبعا طبعا، والتتبيله بتدخل ليه وهو كمان سليم؟ انا بجهزه قبلها بيومين. لازم يجهز قبلها بيومين بالظبط. بتعمله سليم ومحشي، بعمله سليم ومحشي ورق عنب. ورق عنب صح كده؟ محشي. شفت الفيديو؟ اشهر المحاشي ورق عنب، متعب بس لذيذ. انا بشوف يعني شيف ام انس ليه ما فكرتش مثلا في فكره مطعم، مطعم كبير باسم شيف ام انس مثلا؟ لا هو مش دلوقتي، لسه شويه لسه شويه. انا ابتديت، انما الفكره موجوده. ابتديت من مطبخ بيتي، وانا حابه ان انا افضل في مطبخ بيتي، مش حابه فكره المطعم خالص اطلاقا دلوقتي. طيب احنا معانا ايه تاني يا شيف النهارده؟ معانا بقى ممكن نحضر ورق عنب، ورق عنب بقى وبستيك، المره دي بستيك مش بكوارع، ده بكوارع، لكن اللي جاي بقى ده ورق عنب بكوارع. بكوارع في وصفه مختلفه. طب انا معلش انا هقوم ادوق الورق عنب بكوارع الاول، ويعني شكله برضو يا جماعه يعني ورق العنب جامد جدا. الكوارع فين بقى يا شيف؟ الكوارع بقى حضرتك هو المفروض هيتقلب. لا هو من غير الكوارع جامد جدا، يعني هو من غير الكوارع. انا عايز اشوفه هو مقلوب. طيب هو المفروض هيتقلب. عايز اشوفه مقلوب. هتشوفيه هو مقلوب. حاضر. حلو ما شاء الله. لا برافو. في حاجه مميزه بتعمليها في ورق العنب؟ مش اي حد يعمل ورق، انا بعمله ما بتضيفش اي حاجه. انا جاي يا جماعه النهارده من غير ما بضيفش، بس هي احلى حاجه في الاكل. هقول لك احلى حاجه في الاكل انك انت ما تضيفيش حاجه غير الملح والفلفل الاسود عشان ما نغيرش شكله. بس هو بيفضل بطبيعته. ورق العنب لا بعد البرنامج، لا مش هيك، بس هو زي ما بطبيعته. الديناميت ده جامد جدا يا شيف محمد. عايز الحله دي بجد؟ يعني حاجه روعه. الله اكبر. ام انا شوفي اعمل لك بقى الاول. بقى كنت عايزه اعرف ايه دور ابو انس؟ لا بصي نجاح ابو انس، من غير ابو انس ما تنفعش، ما تنفعش الشغلانه اصلا. مش انا لوحدي اللي بشتغل ما شاء الله، مش انا لوحدي. انت عمرك ما تنجحي في حاجه وانت شغاله فيها لوحدك ابدا. اكيد لازم يبقى في تعاون. ابدا ابدا. لازم كلنا بنكمل بعض. طيب معانا تليفون يا شيف. استاذه اسراء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا طنط ام انس؟ ازيك يا هشام؟ تمام معاكي الشيف ام انس، اتفضلي. عامله ايه حلاوتك كده وانت عامله الورق العنب كده في حلاوه؟ يا الله يخليكي، الله يخليكي يا فندم، الله يخليكي. استاذه اسراء انت متابعه الشيف ام انس؟ استاذه اسراء. ربنا يسعدك. ايوه نعم. انت متابعه الشيف ام انس ولا ايه؟ ايوه طبعا ده انا من حبايبنا. وايه رايك في اكلها؟ ربنا يخليكي. انا بحبها جدا والله. ربنا يخليكي. ايه اكتر اكله بتحبيها من ام انس؟ ورق العنب. ده ورق العنب مشكله هنا والله. يعني ورق العنب حاجه صعبه جدا. ورق العنب بحبه هو وعبد الجزر بيحبه قوي. بيقول لي برضه خاصه طنط ام انس بتعمله حلو جدا. ايه تاني طيب غير ورق العنب؟ البشاميل بانواعه ما شاء الله. البشاميل بانواعه. بنعمل لازانيا وكوسه بالبشاميل ونجريسكو ما شاء الله. يعني اكل شرقي وايطالي يعني ما شاء الله عليك. شكرا استاذه اسراء. شكرا. الحمد لله. شوف ام انس بقى انا عايز اتكلم في حاجه معلش. يعني احنا ازاي بنوفق ما بين بيتنا وما بين اولادنا وما بين الزوج وما بين الشغل بتاع حضرتك؟
خاصة ان تجهيز الاكل عموما بياخد وقت طويل. بياخد وقت طويل يعني انت لو بتتكلمي في عزومه ممكن تاخد شغل يوم او يومين. بالظبط. ازاي بنعرف نوفق ما بين ده وما بين ده؟ انا عندي بنوته بتساعدني. ما شاء الله. ربنا يخليها لي. بنوضب بنوفق سوا. دي الخليفه بقى ولا ايه؟ ان شاء الله. بس دي قسمه حلوه. ربنا يبارك لك فيها يا رب. ربنا يبارك لك. بنساعد بعض، بتساعدني في اوقات كتير. ببقى في بيجي عليها عزومات ببقى خلاص خلصت وتعبانه مش قادره طبعا. هي بتقف تعمل بتقف تعمل بقى الاكل. يا فاطمه ما بعملش بقى ليهم اكل، بتعمل اكل العزومات. تحبي الاكل يطلب منك امتى؟ على قد العزومات. انا ما بعملش اكل يعني كتير. يعني احنا المفروض ان احنا كده نطلب امتى الاكل؟ طيب يعني احنا واحنا بنجهز عزومه مثلا مش بنعمل حساب البيت فيها؟ لا لا، دي حاجه ودي حاجه. ده شغل وده شغل. ده شغل وده شغل. لا ده لوحده وده لوحده. يعني الوقت ما بيكفيش ان انت تعملي للعزومه، هو في وقت العزومه. انا عايز اقول لك ان انا بتكلم مع ابو انس قبل الحلقه فبيقول لي والله يا استاذ سيد يعني مش مساله اكل. يعني احنا ممكن نكون عندنا عزومه كبيره قوي ونبعت نجيب جبن. بالظبط كده. فقلت له ازاي يعني؟ قال لي والله يعني احنا الاكل يعني مش اللي هو بالنسبه لنا. لا، وفي كمان حاجه ممكن بعد ما اخلص العزومه واسلمها الناس تتصلوا يشكروني على الاكل. احنا كده شبعنا. احنا والله العظيم كده خلاص شبعت. طبعا حب الناس نفسه في طبقه هو مكسب يعني. كده خلاص شبعت بجد ما شاء الله. وانا الحمد لله الحمد لله كل عملائي ما شاء الله عليهم حقيقي حقيقي. يعني انا والله لما اتعرض علينا الشيف ام انس قلت لهم طب نعمل كده شويه تليفونات ونشوف الدنيا فيها ايه. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله عليكي. يعني ما شاء الله عليكي. الناس كلها بتحبني وبتستحملني. تاخيراتي كتير بس مش اكتر. المفروض ان هم يطلبوا امتى الاوردر؟ قبلها بيوم او نفس اليوم عادي؟ قبلها بيوم لو اوردر عادي، قبلها بفتره يا ريت. بس في العزومات لاني انا من طبيعه شغلنا ان احنا ما بنجيبش حاجه ونشيلها في الثلاجه اطلاقا ولا في الفريزر. احنا بنجيب بنشتغل على طول. ما الاكل يعني شغل حضرتك فريش يوم بيومه. مفيش حاجه ان احنا بنجيب كميه ونشيلها في ثلاجه ونتكلم وكده. لا 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 مفيش. عشان كده يعني بقى يوم بيوم. ما شاء الله. لا يوم بيوم. تمام. طيب طب انا كنت عايزه اسالها ليه الناس دلوقتي بتفضل الاكل البيتي اكتر من اكل المحلات والاكل بره؟ هقول لك ليه. اكل البيتي انت واقفه في مطبخك مهتمه بنظافه مطبخك لازم مع قامه وخامتك وحاجتك نظيفه، ايديكي على طول شغاله بميه وصابون. عارف اللي هياخد من عندك عارف انا واخد من عند مين. بالظبط. واكيد هيفرق معاك يا شيف برضه حته التكرار في التعامل. لا ده انا عندي زباين فتح تعتبر. يعني هو اللي بياخد خلاص بتبقى ثقه بقى خلاص. خلاص عارف. ام انس قبلها من بالليل عشان عارف ان انا هجيب له حاجته على قده. انا مش هجيب حاجه واركنها. من قد ايه حضرتك بتشتغلي في موضوع الاكل البيتي؟ بصي كام سنه مثلا؟ هقول لك كام سنه انت هتختها. طب احنا بنعمل ايه كده يا ام انس؟ انا كده بشوح الستيك عشان احطه في الطاجن واحط ارص عليه ورق العنب. تمام. هقول لك حاجه. انا ام انس اصلا ده انس ده ابني الصغير ما شاء الله. ده اصغر بيبي اصغر ولد. ربنا يخلي ما شاء الله. مش الكبير. انا عكست الايه. فهو عمره 4 سنين. هو مشروع من عمره 4 سنين ما شاء الله. انا افتكرت حضرتك هتقولي 10 سنين. لا. حاجه كده يعني. لا الحمد لله انا استبدت اسم بسرعه ما شاء الله عشان الناس عرفت ام انس بتشتغل ازاي. ناخد تليفون معانا يا شيف وبعد كده نكمل بعد اذنك. اوكي اوكي. معانا مين؟ وعليكم استاذ احمد. احمد مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ احمد. كل سنه وانت طيب. الشاشه والله يا استاذ سيد يا رب يخليك. وشيف ام انس ما شاء الله الاكل شكله ما شاء الله يعني. ده انا مش عايز اقول لحضرتك كمان على الريحه هنا. تعالى تعالى الريحه هنا كمان. ريحه الاكل بجد فظيعه. وقتونا. انا احب اهنى الامه الاسلاميه ومصر كلها بخير وصحه وسلامه وسعاده ويرضى علينا الايام بخير يا رب العالمين. وحقيقي انا من متابعين برنامج حضرتك يا استاذ سيد بجد وجه مشرف للبلد. يا رب يخليك يا استاذ احمد. شكرا. اهلا. انا اتشرفت بان انا فرحت معاك النهارده والله حقيقه يا استاذ سيد. يا رب يخليك. اتشرفت بمكالمه حضرتك النهارده. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد. شكرا. حضرتك طيب. شكرا يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. طيب نرجع للشيف ام انس. انا كده خلاص رصيت الستيك في البرين. تمام. انا أوكي. عايز اشوف يعني انا عشان بس اروح اعمل الكلام ده ولا اقول يعني يعني احنا كده عملنا الستيك شوحناه شوحته لحد ما اخذ لون وحطيته في البريم. رصيته في البريم. هو لسه يستوي تاني مع ورق العنب وانا مجهزه ورق العنب ورصاه. تمام. وحشيه. انا بس ما ينفعش احشيه على الهواء لان هو بياخد بس وقت مش اكتر. اكيد اكيد. بس برصه داير ما يدور في الطاجن.
ده كده المفروض ان هو ده ورق العنب ولا ده حاجه مختلفه؟ لا هو هو بس ده بحاجه وده بحاجه. ده بكوارع ده بستيك. ده بكوارع وده أنا بستيك. انا عايزه اشوف احنا بنرصه. طيب وايه اللي هناك ده عشان الدنيا كلها بتسال الممبار ده ظروفه ايه ده؟ ده ممبار حار. ممبار حار. ممبار حار. طيب حضرتك بتسويه كده زي ما هو يعني؟ بتحطي اقول لك ازاي؟ انا ما بحبش اسوي ورق العنب على البوتاجاز من فوق. انا عايز حته طيب ممبار حار. ليه؟ هقول لك ليه. شايفه ورق العنب؟ بصي الصباع ولا تحسي ان هو مستوي؟ يعني حضرتك ده يدوي لف يدوي اه وثابت كده مش فاكك معانا في العادي بنعمله بيبقى فاكك كده في الحله وفي الحله وشارب ميه بالظبط شارب شوربه كده ومش شكله مش ضارب معادله الميه دي ازاي كلهم بيعملوه من كتر الميه بيفك منه بصي انا هقول لك تعمليه ازاي انت بتروح هنرصه كله استاذنك في شوكه ولا معلقه شيف ما شاء الله بس احنا بنسمي طيب. الشوربه اللي بتسقيها بيها ايدام يا جماعه ايدام ايدام تخلي الايدام بتاعك الشوربه بتاعتك يا دوبك شايفه ورق العنب وبعدين يا شيخ الفخار حلو في السوا عن الحله تقريبا دي. انت حساكي بتحبيه يعني صحي كل اللي انت جايباه من برده من صحي صحي من برده من جد طب احنا معانا تليفون معانا تليفون مين ام خالد ام خالد ازاي ايديك حلوه قوي الف هنا السلام عليكم عايزه اقول لك انا اول مره اكل منبر الو اول مره في حياتي السلام عليكم بجد عليكم السلام مين معانا ازيك يا استاذ خالد ام خالد كل سنه وانت طيبه ازيك يا استاذ سيد يا رب يخليك كل سنه وحضرتك طيبه طيبين والله وسام طيبين وانت طيبه يا استاذه منوره يا ام انس الله يخليك يا فندم ده نور حضرتك انت متابعه الشيف ام انس اهلا بك يا فندم احلى شيف في الدنيا ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا استاذه ربنا يخليكي تمام الحمد لله حضرتك طيبه معاكي بقى الشيف لو عايز تساليها في حاجه كنت عايزه اعرف بس عشان داخلين على ايه كده كنت عايزه اعرف ايه اللحمه كويسه من كده اعرفها ازاي كده يعني احنا لسه قايلين المواصفات بس هنخلي الشيف يقولها تاني برضو دلوقتي ماشي بقى شكرا هقول لك على حاجه وانت بتشتري اللحمه حاولي على قد ما تقدري تشتريها اللي هي الملفوفه بشيشه تكون اللحمه لونها وردي الناس يا شيف يعني عشان التزاحم وعشان ده موسم فالناس بتبقى يعني مش عارفه مقلقه بتبقى مقلقه عايزه حد مضمون عايزه انا برضو عرفت ان حضرتك عشان توفر العناء على العملاء عندي الحمد لله بتجيبي صح خلصتوا الحمد لله خلصنا احنا كنا لسه عايزين لحمه اجيب لك مش مشكله طيب يعني انتوا بتعملوا الخدمه دي يعني احنا اسعارنا ارخص من بره ان شاء الله احنا بنجيب الماشيه او العجل نفسه من بيت فلاحي او سايس حسب الناس اللي احنا متعامدين معاهم بالظبط بيبقوا مأكلينه اكل بيتي برضو نظيف مش حد واثقه فيه حد انا واثقه فيه جدا في تربيتهم متعامله معاهم كتير وبيجي لي بنات بحط في مجزل تحت اشراف طب ما شاء الله ولازم بعد ما اللحمه تتذبح بعد ما تتذبح يبقى اشراف طب يشوف اللحمه اكبرها ايه وبتجي لي في عربيات مجهزه اكيد الذبيحه بتاعتي بتيجي في عربيه مجهزه ومن بتيجي انا بشتغلها ما شاء الله بنشتغلها ونطلعها على طول ايه المواقف الطريفه اللي حصلت لك بقى من ساعه ما بدات شغل لحد النهارده؟ كتير أكيد كتير يعني هقول لك على حاجه والله طريفه جدا كان في واحده ست عميله اتصلت قالت لي يا ام انس انا عايزه بطايه قلت لها حاضر اوكي هجيب لك البطايه بس هي عايزاها نيه وهي تسلقها بس ايه عايزاني اعملها لها انضفها لها واحضرها قلت لها حاضر من عينيا وعملتها لها اتصلت بالدليفري تعالى ودي البطايه المكان الفلاني خلاص والست اتصلت بيا هحضر قلت لها حضري وحطي الحله على النار ده البطايه جايه لك في السكه حلو وهو ماشي بالموتور بتاعه البطايه جه حد من ورا خبطها له قامت البطايه طارت في الارض والبطايه عملت حادثه والله العظيم اتصل بيا يا ام انس البطايه طارت بطايه مين اللي طارت ده الست انا قايله لها حطي الميه وجايه لها ضيوف بقيتش عارفه اعمل ايه قلت له اطلع للست بالبطايه قول لها يا فندم البطايه وقعت مني وعملت حادثه البطايه ما لازم عشان مصداقيتي حتى بس الحمد لله الست اتبهدلت ولا كانت ملفوفه ايه اللي حصل؟ لا ما هي اتبهدلت خلاص بقول لها طارت كده بالنسبه طارت 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 واللي رايح واللي جاي بقى يخبط في البطايه ما بقتش بطايه معانا الاستاذه جيهان سالم الو مساء الخير مساء النور يا فندم
اتفضلي. ايه الحلقه الجميله دي ما شاء الله، الله اكبر. ميرسي لحضرتك ام انس، منوره الدنيا. فتحت نفسنا واحنا عاملين ريجيم يعني. يعني ما بال حضرتك بقى باللي قاعد قدام الكلام ده والريحه وشامين الريحه وشايفين شكل الاكل عامل ازاي. الريحه واصله عندنا، انا شميها بصراحه. ده احنا عايزين نختم الحلقه دلوقتي حالا. حضرتك جربتي اكل ام انس؟ ام انس طبعا اكلها جميل جدا، واحنا متابعينها طبعا على صفحتها، وبنشكرها طبعا على الحلقه الجميله ديت اللي انتوا بصراحه يعني اولا كنتوا طيبين. وانت بصحه وسلامه. ايه اكتر اكله خدتيها من ام انس عجبتك؟ لا طبعا اللي شايفه ما شاء الله الاكل المحاشي والحاجات الحلوه دي اللي بتفتح النفس حلوه قوي يعني، طريقتها جميله جدا. بالظبط كل الاكل حلو جدا، وهي مختاره الاكل كمان اللي عمايله صعبه مش اللي بتعمل بسهوله. كنت حابه بس اسالها يعني على التوابل بتاعه اللحمه المشويه والطشه كده والحاجات اللي هي بتخلي الاكل طعم حلو قوي، عايزين نعرفها. والسلطات، سلطات الشيف طبعا بتبقى مختلفه جدا. بالظبط اكيد عن بتاعتنا. اه فعلا اكيد اكيد. معاك ام انس. انا ما بحبش احط التوابل كتير على اللحمه. ليه؟ بتغير طعمها. بالظبط. انا بحب احط فلفل اسود وملح وتبلها بقى بتتبيله، انا ميه البصل، شويه بصل مبشورين، شويه زعتر، شويه بابريكا بس. سكتي شيف ام انس. بس احلى حاجه ان انت لما تعمل الاكل يبقى هو ده طعم الاكل. هو ده طعم الاكل، ده اللي بيفرق بقى. انا اصلا اكلي طازه، فانا هجيب توابل اغير طعم الاكل ليه؟ صحيح. مش حبه ولا حتى الحبهان. صحيح. ولا اي كله بيستخدم الحبهان والورق في الشوربه والحاجات دي. فما تكوني بتسلقي حاجه في الشوربه لكن في التتبيلات لا. احنا معانا ايه تاني يا شيف؟ ده عرق لحمه برده برضو بعد اذنك. ده ايه؟ ده عرق لحمه برده برضو متبل ومستوي براحته خالص. ده برده ملح وفلفل اسود وتوم. التتبيله بتاعته بس ملح وفلفل اسود وتوم. شكله يعني بس هو ده. انا عايز اعرف هو من جوه في حاجه ولا لا؟ لا هو من جوه مستوي ما فيهوش اي حاجه. طب احنا ممكن نفتح كده نوري الناس. طبعا يعني. طبعا شوف محمد. شوف محمد عامل شغل جامد جدا برضو يعني، شغل الجرنشه ده بقى يعني سياحه وفنادق. هو ان شاء الله الجرنشه ده فن فن مش طبعا. اي حاجه. برافو عليك، تسلم ايدك بجد، حلو جدا. الله يبارك فيك. شايف الكورونا اخبارها ايه معانا في الشغل وعملت فينا ايه؟ عملت فينا ايه 2020؟ يعني خلينا في حته الكورونا بس 2020 كتير قوي. خلينا في حته الكورونا ماشي بس يعني محدش بطل اكل يعني، الناس بطلت كل حاجه. لا بالعكس الكورونا ده زادوا صح، بقوا يدوا في الاكل. الناس طالعه ما شاء الله. ايوه بالظبط ما وراهمش حاجه ثانيه. خلاص بقى العيال قعدوا من المدارس وعايزين ياكلوا، ما هوش قاعدين يعملوا ايه؟ حقهم نعمل يعني يعملوا اكل في البيت نزول. كتير و... ايوه بالظبط كده، هنجيب من بره. بالظبط كده اهي. بس ده عرق فريتو ما شاء الله صح كده؟ لا ده عرق تريبيانكو. عرق ايه؟ تريبيانكو. تريبيانكو. يعني يا جماعه اللحمه دايبه يعني. ان شاء الله اللحمه دايبه. ندوق يعني ندوق. احنا جايين النهارده عشان ناكل، ما انا ما اكلتش من امبارح. يعني ايه بقى؟ معلش قلت معلش. لا مفيش مشكله، انا هاخد هي كده تمام. طيب ممكن هي نعرف شكلها، شكلها باين عليه انها حلوه قوي. يعني اللحمه يا جماعه ما شاء الله كاميرا يعني دايبه لوحدها يعني. فعلا دايبه دايبه. بص بتاكل اللي عليك قد ايه؟ انا خدت وقت اكيد في الصور. هو برده ساعه الربع بس انا بحب اقعده 3-4 ساعات 5 ساعات ملفوف وبراحته ونار هاديه. نار هاديه اسوي الف هنا وشفاء. بجد والله ما بجاملك، والله ما بجاملك. الله اكبر الله اكبر عليكي يا جماعة. والله قسما بالله حاجة محترمة فعلا، حاجة محترمة فعلا. احنا من عادتنا هنا ان احنا بنجيب الناس الناجحة. بالظبط. انما احنا النهاردة جايبين حد ناجح عشان ينجحنا احنا بصراحة. لا ربنا يخليك. دي حقيقة يعني. ازاي طبعا ان شاء الله. فكورونا ما اثرتش عليا قوي الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله. لان انا عندي زباين ثابتة شهرية واسبوعية ويومية. في ناس عندي بتاخد الاكل بالشهر بتشيله في الفريزر. عندي ناس كتير بتثق فيا بالطريقه دي. يعني واحده قاعده بعيد ومامتها وباباها كبار. فباخد المنيو بتاعها اللي هي عايزاه لان هم لهم مواصفات خاصه. من غير ملح اطلاقا خالص. الاكل مستوي يعني قوي. يعني كل عميل على 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 طريقته. طبعا على طريقته. طبعا مش على طريقه الشيف ام انس. طبعا لا في ناس تقول لي انا مش عايزه ملح خالص، ناس كبيره. انت بتبعتي لهم بقى كل اسبوع مثلا اكل ولا كل زي ما هم زي ما احنا متفقين اسبوعيا او شهرين او يوميا. الاكل الخاص بمرضى السكر ضغط الحاجات دي الاكل الخاص مناسب للاكل من غير دهون خالص. كبار في السن عايزين الاكل مستوي قوي عشان يعرفوا. بس الموضوع مش مهلك بالنسبه لك كده ومتعب قوي؟ لا انا بحبه. هي انا بحبه. ما هو انت ما تديش غير لما تحب الحاجه دي. يعني انت حبيها. انا بعمل كل حاجه لوحدها وكل حاجه بمواصفاتها. يعني انا بعمل انا بعمل كل اوردر لوحده بالرغم ان هو ممكن يكون اوردر فيه عندي كذا اوردر نفس الحاجه بس
في زبونه بتحب الشطه، في زبونه بتحب الشطه. يا حتى الحاجات دي بتركزي فيها طبعا كده. طبعا مش يعني انا عايزه ورق عنب مثلا وحد تاني عايز بتعملي لي انا وحدي وهو وحده. ده بمواصفات وده بمواصفات كل واحد دي خلطه ودي خلطه ثانيه. اه طبعا طبعا اصل الاكل ده ما حدش بيتفق عليه اطلاقا، لازم كل واحد ليه ذوقه وليه مواصفاته. طب هنستاذنك يا شيف احنا بصي يا استاذ سيد هو عاجبه الاكل وعايز يجربه. اه بعد اذنكم كده نشوف الدنيا دي فيها ايه ونشوف المحاشي ونشوف شيف يعني دي الفخده. دي الفخده يا جماعه بعد ما طب حضرتك خد السكينه حطها فيها في الايه في الفخده. طب الاستاذه شيماء بقى هي اللي تعرف تعمل الكلام ده. تعالى اه يعني السلاح في ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه كده دي الفخده. اه بس هي ليه كده يعني دي ايه الله اكبر يعني دايبه ازاي ما شاء الله حلو جدا. دايبه خالص يا جماعه. حد عايز ياكل يعني انا اكل بس بعد اذنكم يعني هي مش الناس مستحمله في الكنترول. بصي مش مستحمله اه حطي الشوكه السكينه بتطلع على طول. بص بص العظمه طلعت ازاي شايف بمنتهى السهوله. نو كومنت يعني بالزبط. الله اكبر الله اكبر عليكي. عارفه انا وشك. دي معلقه بلاستيك يا جماعه اهي بصوا دي معلقه بلاستيك مش معدن مش معدن تمام. ونشوف بتعمل ايه في الفخده. ما اقدرش اشوفها وما ادقش لا ما ينفعش يعني لازم اهو بصوا. لا بتطلع دايبه جدا ما شاء الله. دي معلقه بلاستيك مش 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 معدن اصلا. العظمايه فكت بسرعه ازاي. اه يعني انت كلتي ولا ما كلتيش؟ دقت طبعا ما اقدرش. اه طبعا بصي اكيد بيحسدوني كل اللي بره اكيد اكيد كلهم عايزين يجوا يدوقوا معانا. شوف بقى الفته الفته المصريه ايه بقى اللي بيفرق فته ام انس عن الفته في البيت العادي. فته ام انس بسم الله الرحمن الرحيم كده بتعملها لكل حبايبها لازم إيه. انا هقعد عشان لو كملت هنا نفطر فته لازم اول يوم الجمعه ان شاء الله. كل بيت ليه طريقه في الفته. طريقه ام انس اه الفته المصريه الفته البسيطه خالص. رز معمول بشوربه اللحمه ولبن جديده لبن دي ولبن اه ده ايه تكات ام انس لبن تحطي لبن حليب عادي على الشوربه وتسقي بيه الرز تحسي بطعم الرز حلو حلو قوي. اه والعيش بحمره في سمنه من فوق كده على النار بسمنه وتشيه بشويه الطماطم بالثومه اللي انت عملتيهم وشويه الشوربه وتفرشيهم وتحطي بقى الرز هيكون استوى ما بيغيبش الرز الابيض ما بيغيبش. ترصي الرز وترصي اللحمه لازم اجرب والصوص بقى توم الطريقه دي. لا احنا لازم نيجي عندك اول يوم العيد بقى كده مش اهلا وسهلا اهلا وسهلا هنيجي كده نشوف ابو انس طبعا ونيجي بقى نشوف مش هنمشي بقى كده. لا 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 الفته مختلفه. انا اول مره اعرف الطريقه دي وانك تحط لها لبن جديد عليا. انا بسمع موضوع الرز بطعمه بيختلف. رز الفته بتاعت اول يوم اول يوم العيد هو كده لازم يتعمل. وبرده الرقاق ده بقى يعني برضو من الاكلات المؤنس من علامات العيد كمان. اه من علامات العيد الكبير. اه ايه مشكلة بقى ايه مشكله الرقاق. انا المشكله الرقاق بتاعي فطير عامل زي الفطير يعني انا بسويه. انا كنت عايزه اقول لك كده برضو يعني انا بتعملي الرقاق نفسه العجينه بتاع الرقاق حضرتك اللي بتعمليها ولا لا بتشتريها؟ لا, لا لا انا بشتريها برضو من ست بيت كمان. كل بيتي. انا بشتري حاجتين من ست البيت تمام. فهي عامله لي الرقاق بسويه على النار من فوق صينية كبيرة واحط فيها سمنة وادي رقاق. على النار والرقاق اشربها بالشوربة وارصهم فوق بعض ورق لحمة وهكذا بعديها واحمر واقلب وتلاقي كده حاجات بتطير وحاجات كلام تسترك. انا ما بعرفش اعمل الرقاق ولازم تقولي لي لان لازم اعمله فانا ما عملتوش قبل كده خالص. دقيه الاول. لا احنا كده هندوق ايه يعني مش احنا النهارده جايين ندوق بس النهارده. طب هي قالت انا اللي ادوق على النهارده الفري اخصائي التذوق انا النهارده يا جماعه معلش يعني. طب انا هدوق بعد الحلقه نديله الفرصه المره دي. لا مفيش حاجه بعد الحلقه النهارده الفري النهارده الاكل ده وروحه شكلي اجي اقطعي لقطه بس. لا يعني انت قطعي بقى يعني شفت مش بقول لك المحشي المحشي يا مؤنس ده المحشي يا جماعه اهو معانا عادي بقى ناكل بايدينا كده لحد ايه محشي بيتي بتاع امنا وابونا بس انا بحبه كده بالظبط يعني انا بحبه كده بالظبط. الرز اللي جوه ده يكون مش 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 معجن كده في بعضه تمام يعني جامد يعني ربنا يبارك لك. هتعرف تاكل الرقاق طيب؟
دقوا ازاي؟ لا ناكل اي حاجه. ناكل اي حاجه. ممكن تجيبي واحده نقطعها لك عادي مفيش مشاكل. خليها المواطن. ايه؟ هاتي واحده نقطعها لك. انا بس عايزاه يدوق الاول. يا ريس اللي صايم صايم يعني الناس في الكنترول بيقولوا الناس صايمه وانتوا كده بتتعبوا الناس فطب هنعمل ايه طيب؟ نديكم إيه؟ افكار عشان تعرفوا تجهزوا الفطار بتاع النهارده حاجه من اكلات ام انس. طيب دوق. الاول خلاص الرد وصل. ايه هنقل جنبكم بقى. اهلا وسهلا. هنقل جنبكم ده اسهل طريقه للموضوع ده كله ان احنا نقل جنبكم. لا اهلا وسهلا طبعا. بجد تسلم ايدك والله والله ما مجامله. ربنا يبارك لك يا رب. الف هنا وشفا. الف هنا وشفا. تسلم تسلم ايديكي بجد. الف هنا وشفا. ممكن بقى منديل. طيب شوف محمد بقى يعني انا شايف ان انت ده ايه بقى؟ سلطه فواكه ولا ولا دي جرنشه؟ دي جرنشه الفخده. جرنشة. احنا بنجرنش الفخده والديك الرومي بالفاكهه. فاكهه ومكسرات. لا انا شفت الفاكهه في فيها المكسرات ما شاء الله يعني. احنا بنجرنشها كمان بفاكهه بس احنا ما بنحضرناش نحط الفاكهه قبل الهواء عشان الفاكهه ما تفقدش الفيتامينات بتاعتها. تمام. حلو قوي. طيب حضرتك قلت برضه يا شيف الفاكهه كمان شكلها تحفه. لا المكسرات جميله قوي فيها. المكسرات جميله فيها. حلو قوي. ايه اكتر حاجه بتضايق الشيف ابو انس في الشغل؟ خلينا في العملاء الاول. خلينا في العملاء. يعني مثلا تعرضت لموقف من مش من كتير من اسبوعين حوالي كده. ست اتصلت قالت لي انا عايزه كذا وكذا 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 وكذا. قلت لها حاضر. تمام. عملت اوردر وجهزته. انا من عادتي ان انا قبل ما انزل اتصل بالعميل يا فندم الاوردر هيتحرك من عندي حضرتك موجوده ولا لا؟ كده عليه حضرتك موجوده ولا لا؟ قالت لي لا كنسلي الاوردر. بعد ما عملتيه؟ بعد ما عملته كله. يا خبر. قلت لها ليه يا فندم كنسل الاوردر؟ قالت لي خلاص انا مش عايزاه كنسل الاوردر بسهوله كده. والله العظيم. قلت لها بس انا عملته كله. قالت لي خلاص كنسلي. قلت لها خلاص حاضر. وبعت رساله على الصفحه بتاعتي يا جماعه انا حصل معايا اني في زبونه اتصلت وطلبت مني اوردر وكنسلته. طيب هناخد تمام. تليفون بس وهنرجع تاني. ماشي اوكي. معانا ام محمود. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيف يا ام انس؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه منوره الدنيا كلها. والله نورك. والله ده نورك. ام محمود انت متابعه الشيف يا ام انس؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ ايه رايك في اكلها؟ تسلم ايديها. تسلم ايديها. ايه اكتر حاجه بتحبيها في اكل ام انس؟ كل اكلها زي الفل. حقيقي والله. والله دي حقيقه يعني انا 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 معاكي في الحته دي والله. دقنا الاكل دقنا ما شاء الله. حلو جدا تجربة. فعلا منوره طيب. الدنيا كلها. ربنا يخليك. ربنا يخليك. في اي وصفه انت عايزاها او تسالي الشيف سؤال معانا؟ ما اقدرش استغنى عنها ابدا. هي كل خليك. اكلها يعني تحفه الحمد لله. وبس يعني كنت بتصل بس كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه وعيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله. اللهم امين يا رب. طيب خلينا نكمل بقى. طيب انت العادي يا شيف بتعملي ايه في حاجه زي كده؟ يعني مثلا انا مفيش تعامل ما بيننا ده اول تعامل، المفروض ان انت بتعملي ايه؟ المفروض اما بيبقى اوردر كبير بخلي حد يحولي على مبلغ على فودافون كاش لمصداقيه الكلام. عشان المصداقيه. بس انا اللي ما عملتش كده. بس المفروض كنت عملت كده. بس الحمد لله انا ما كان اول مره تبعت. اول مره تطلب مني. انا ما عندي. انا مسافه ما نزلته على الصفحه 10 دقائق وكان كل الاوردر خلصان ما شاء الله. تمام. كل حبايبي كل اتصلوا ايه عندك ايه باقي عندك ايه باقي عندك ايه باقي ما شاء الله. ما قعدش. ما بتقعدش الحمد لله. الحاجه ما بتقعدش. حد بيتصل يطلب منك وصفه لحاجه معينه؟ كتير. حلو كتير. ده كتير 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 على الصفحه. كتير على الصفحه. طب قولي لنا نعمل الحمام ازاي؟ طب قولي لنا الحمام بيفرقع معانا نعمل ايه؟ طب انت طلعتيه كده ازاي؟ طب قولي لي اعمل رقاق. طب اعملي لي عجينه البيتزا. طب كل ده مش حاجه بياخد منك وقت برضو بجانب وقتك في الشغل. لا ما انا ممكن اعذر اللي قدامي. ممكن تكون اللي قدامي دي ست بيت وعايزه تعمل حاجه مش عايزه اجيبها من بره. ممكن تكون مكلفه عليها شويه مفيش مشكله وهي عندها الخامات. بس انك اصلا تقدري تردي على كميه التليفونات وتقولي لها الوصفات ومش عارفه ايه وحاجه زي كده وانت بتعملي الشغل ده وعندك البيت صعب عليكي. صعب بس حلو. حلو ان انت حد بيبقى عايز منك حاجه وما ينفعش تقولي له لا. زي كل حد ما عايز اكل تبعتي له من غير مقابل. احنا معانا فيديوهات بقى للشيف ام انس يا جماعه وهي
اللي هتشرح وهي اللي تعقب عليها على الهوا. يعني الممبار عقب انا ينفع عقب انا لسه واكل ممبار يا جماعه ينفع عقب انا حاجه فوق الخيال. انا اول مره اكل الممبار بس بجد تسلم ايدك حلو جدا. العزومه دي كانت عند فنانه ما شاء الله فنانه مشهوره دي كانت رايحه لها مكان الشغل بتاعها وهما من النوع اللي بيحبوا الاكل حار فده كان ممبار حار حلو قوي اللي احنا كنا من شويه محاشي كله كان حار كوسه تمام طيب الكوسه اصلا من المحشيات اللي بتبقى حلوه جدا مش كل الناس بتحبها بس بتبقى فعلا جميله بتبقى جميله فعلا بتبقى طعمها لذيذ. ده ايه يا شيف؟ ده اللي كان قدامه فراخ بانيه ده جميل. محشي كرنب وده محشي فلفل حامي تمام وده ممبار ما شاء الله. دايما اسم الشيف ام انس دايما منور ودايما حاجه مشرفه حقيقي ميرسي خالص بجد حلقه حلوه قوي عايزك والله انا اتبسطت يعني والله احنا جميلة. مبسوطين جدا انا ما كنتش متخيل ان الحلقه هتطلع كده انا مرتاح نفسيا والله العظيم وانا قاعد يعني من ردود الافعال بتاعت الناس والله برده اول مره ولايف ربنا يبارك لك ما شاء الله عليك يا الله اكبر ربنا يزيدك يا رب من نعيم يعني حلو جدا حاجه مشرفه وحاجه فعلا هي حد جميل وقلبها حلو انها تستقبل تليفونات وتنصح البنات اللي مش بتعرف مثلا تعمل الاكل وحاجات زي كده ولا ما شاء الله عليكي ربنا يبارك لك حاجه جميله جدا. انا ليا طلب بقى عند حضرتك قبل ما اختم الحلقه انا عايزك توجهي كلمه يعني للشباب وللبنات في البيوت وللناس اللي هي الصبح عايز يبقى رئيس مجلس اداره او البنوته اللي هي لسه متخرجه وعايزه تبقى قاعده في مكتب وتكييف نقول له كمان تعقيبا على كلام استاذ سيد حضرتك قلتي ان انت مريتي بازمه هي اللي خلتك جت في دماغك فكره المشروع وخلتك عملتي كل ده والنجاح الصاحب ما شاء الله ده الحمد لله تقولي ايه بقى لل الحمد لله بس ورا كل ازمه انت بتعدي بيها او الانسان بيعدي بيها ما تكسرهوش بالعكس هي بتقوي فعلا بس طالما الحمد لله انت كويسه وعيالك كويسين وجوزك كويس خلاص تبقى انتوا كويسين هتقدري تعملي كل حاجه بالظبط تعاون طبعا تعاون. احنا هنبدا مشروع تعب جدا بس فعلا. انا مش هبقى لوحدي معايا ايد سنداني مش هتنجحي عمرك ما تنجحي ابداي باللي في ايدك دلوقتي اللي قدامك من غير ما انا بدات بمطبخي بالظبط مطبخ اي ست مصريه ما فيهوش الامكانيات ما فيهوش واحده كل حاجه بتيجي امكانيات اسرتك عمرك ما تجيبي امكانيات كبيره وانت مش محتاجه امكانيات كبيره فعلا في البدايه كده ببدا على قدي لحد ما واحده واحده تجيب واحده واحده الحمد لله يوم اوردر يوم 2 3 4 الحياه ده الحمد لله ما احطش لنفسي معوقات تخليني ما اعرفش ابدا طريقي ابدا باللي في ايدي لا وما تيأسيش بالظبط ما تيأسيش ايه يعني ما جالكيش النهارده هيجي لك بكره ربنا كاتب لك رزق ربنا مش هينساك طبعا مش هينساك والناس كمان بتساعدك مش انت بس هتلاقي اللي بيساعدك وهتلاقي اللي بيدعمك وبيساعدك وهتلاقي اللي بيحبطك ويقول لك لا او مش عارف ايه خلاص انت بتحبطني انت جربت خلاص مش عاجبك خلاص بس الحمد لله انا ما قابلتنيش النوعيه دي الحمد لله فضل من ربنا كل عملائي الحمد لله ناس محترمه واضح واضح يعني ودكاتره ودكاتره في الجامعه وفنانين كلهم ناس بيقدروا وبيستحملوني اما اقول لهم معلش انا عندي تاخير في الدليفري خلاص هنستنيكي يا ام انس بس ما تاخريش عن كده الناس متعاونه وناس بسيطه والحياه بسيطه اصلا بس عايز اللي ياخدها بالروح مش في يوم وليله هتبقي يبقى عنده اصرار على النجاح رئيس مجلس انا قررت ان انا انجح لازم انجح وانت ما شاء الله عليكي انت بدات مشروع ما ينفعش تسيبيه حتى لو انت لسه مش من اول ما تبداي هتنجحي بالظبط لازم في صعوبات كتيره هتقابلك طيب كلمه اخيره لكل عملاء الشيف ام انس عشان نختم انا بشكرهم جدا 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 لولاهم انا ما كنتش وصلت لكده اطلاقا ده كرم من ربنا اول حاجه وبعدين الناس هم في الاستوديو بيقولوا لك يعني عايزين نخلص عشان الاكل ريحته وبهدله الدنيا فانا بشكرهم جدا 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 وقبل اي حاجه بشكر ربنا الحمد لله وبشكر الحمد اسرتي طبعا اللي هي ساعدتني الحمد لله اكيد جدا جدا يعني جدا يعني ابو انس ربنا يبارك له حقيقة. لا استحملوا معايا كل حاجه حقيقة. طبعا بتبقي على اعصابك لما يبقى اوردر كبير تقولي انت مش عارفه الرياكشن اللي جاي من وراه ايه اكيد بتستحملوا بصراحه بستحملوا سيبك من اللي قدامك ده كله بس بيبقى طبعا تعب تعب يعني الحمد لله بس الحمد لله ولكل مجتهد نصيب ما شاء الله عليك كله بالنجاح الحمد لله شيف انت نورتينا النهارده نورت الدنيا وما شاء الله ربنا يبارك لك حقيقي حاجه جميله حاجه مشرفه فعلا. انا والله يا جماعه لما اتكلمنا وقلنا فكره ان احنا نعمل حلقه خفيفه ونعمل حلقه كده عشان الناس وعشان العيد وبمناسبه العيد
اجواء وعزومات في البدايه بس انا عايزه انوه يا استاذه شيماء بعد اذنك يا جماعه ارقام التواصل مع الشيف ام انس على الشاشه معانا تمام اللي حابب يتواصل الست ما شاء الله عليها يعني يكون ان هي ترد على ناس في استفسارات ووصفات وحاجات ما شاء الله يعني حلو جدا والبيج بتاعتك برضو ام انس الصفحه بنستقبل عليها رسائل وكده طبعا طبعا تمام الحاجه كلها موجوده على الهواء يا جماعه على الشاشه قدامكم ارقام التليفونات للتواصل وصفحه الشيف ام انس الشيف ام انس يعني مش لاقي كلام اقوله حقيقي والله حلقه جميله وحلقه انت نورتينا النهارده وان شاء الله يعني قريب وعد منك قريب ان شاء الله تكوني معانا في وصفات جديده وحلقه جديده ان شاء الله باذن الله انت نورتينا النهارده كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب استاذ شيماء يعني دي اخر حلقه لينا ان شاء الله قبل العيد كل سنه وكل المشاهديننا بخير وكل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب العالمين وينعاد عليكم الايام بالخير اللهم امين يا رب. كل سنه وحضراتكم بخير احبائي الكرام دمتم في امان الله كان معكم سيد يوسف شيماء عبدو كل سنه وحضراتكم طيبين